الخيط الذي رأيناه في الحال
تسألها أمك في المطبخ واستعمالها حتى لا تتسرب الحرارة وتمتد إلى يد الإنسان. إذا هي أيضا عازل للتيار الكهربائي. ماء الماء وماء الحنفية. ماء الحنفية ناقل كهربائي لأنه يحتمل يحتوي على نسبة ولو ضئيلة من الملح. إذا هذه مراجعة بسيطة لمفهوم الناقل الكهربائي والعازل الكهربائي. نعود إلى الوضعية التقييمية ونمر إلى التعليمة الثانية. أربط كل مفهوم بالتعريف المناسب حسب ما رأينا في درس الوسط البيئي وحسب ما مدناه به. هناك ثلاث مفاهيم موجودة في هذا الدرس: الكائنات المنتجة، الكائنات المستهلكة، والكائنات المفككة. إذا هذه المفاهيم لها تعريفات ولا تقابل تعريفات، وسنحاول أن نربط بين كل مفهوم والتعريف الذي يناسبه. إذا أي هذه الكائنات؟ كالبكتيريا التي تفكك الكائنات إلى عناصر بسيطة. هل هي الكائنات المنتجة أم الكائنات المستهلكة أم الكائنات المفككة؟ طبعا ما دمنا نفكك ما دام تفكك وتحلل الكائنات هذه إلى عناصر بسيطة هي الكائنات المفككة، وهي تقوم بعملية تفكيكها به بعد موت الكائنات الحية سواء كان نباتا أو حيوانا. الجثث هي التي تفككها البكتيريا والجراثيم والديدان وما إلى ذلك من الكائنات الصغيرة والمجهرية. طيب الكائنات النباتات الخضراء هي كائنات منتجة أو مستهلكة أو مفككة؟ رأينا أن النباتات الخضراء لا تعتمد على غذائها في على عناصر أخرى وعلى كائنات أخرى، فهي تنتج الغذاء بنفسها وتمتص غذاءها مباشرة من التربة، وبالتالي فهي كائنات منتجة. نعم هي كائنات منتجة، هي النباتات الخضراء. بقي أكلة العشب وأكلة اللحم كالحيوان والإنسان وما إلى ذلك، هي كائنات مستهلكة. الكائنات المستهلكة والكائنات المستهلكة كما رأينا هناك مستهلك درجة أولى ومستهلك درجة ثانية. المستهلك درجة أولى هي أكلة العشب، والمستهلك درجة ثانية وثالثة إلى غير ذلك هي كائنات الحيوانات اللاحمة بصفة عامة. إذا تكون الإجابة كما يلي. إذا أربط بالأسهم كما يلي. إذا هذه هي الإجابة المناسبة. إذا في إطار المراجعة أيضا، إذا هذه مراجعة بسيطة لما رأيناه من مكونات السلسلة الغذائية. تتكون كل السلاسل الغذائية كلها بدون استثناء من ثلاث أصناف من المكونات، هي الكائنات المنتجة وهي النبات الأخضر، وهي منتجة لأنها لا تحتاج في غذائها إلى كائنات أخرى، تعتمد على نفسها بل تمتص غذائها من التربة، وأيضا هي منتجة لأنها تصنع المواد العضوية التي تتغذى عليها بقية الكائنات. الكائنات المستهلكة تتغذى على المادة العضوية التي يصنعها النبات الأخضر، وهي نوعان: الحيوانات العاشبة وهنا تتغذى بشكل مباشر على النبات الأخضر، والحيوانات اللاحمة إذا هي تتغذى على أكلة العشب، إذا هي من مستهلك درجة ثانية وربما ثالثة، لأن هناك قد يكون في السلسلة الغذائية حيوان لاحم يتغذى على حيوان لاحم آخر، مثلما يتغذى مثلا النسر على الأفعى والأفعى تتغذى على الفأر إلى غير ذلك. الصنف الثالث من الكائنات هي كائنات مفككة، وهي الحشرات والديدان والبكتيريا والجراثيم والكائنات الدقيقة التي تفكك جثث الكائنات الحية بعد موتها. هنا جثث الكائنات الحية سواء كانت حيوانات أو نبات أيضا، إذا تفككها بعد موتها. نتحدث عن الجثث بعد الموت، ما دام الحية ليست جثة وإنما هي جسم. و
وإذا تحللها إلى العناصر الأولية التي تتكون منها المادة العضوية. إذا هذا يحيلنا إلى حديث عن السلسلة الغذائية كما رأينا وكما هو موجود في التعليم الرابعة. إذا عندما طلبت منكم أن تكونوا سلسلة غذائية هي نوظف المفاهيم هذه في بناء سلسلة غذائية. هناك احتمالات كثيرة وإمكانيات كثيرة للإجابة عن هذا المطلوب وهذه التعليم. إذا لابد أن يكون يعني في المستوى الأول من السلسلة حيوان نبات أخضر عفوا، ثم حيوان عاشق، ثم حيوان لاحم، وقد نجد أكثر من حيوان لاحم في السلسلة الغذائية، ثم تكتمل هذه السلسلة تكتمل بالكائنات المفككة التي تفكك جثة الكائنات الحية بعد موتها. إذا نعود إلى التمرين التقييمي والتعليمة الثالثة. أكتب أمام كل حيوان طريقته في الصيد، الصيد بالفخ، الصيد بالمباركة، والصيد بالمطاردة. إذا رأينا هذه الأمثلة في درسنا في الدرس الذي وصلكم، الصعوبة يعني كيف أو ما هي طريقتها في الصيد، والفهد والعنكبوت، كل من هذه الحيوانات له طريقته في الصيد. الصعوبة تلك الحشرة التي نجدها في الحقول، ثم الفهد وهو من السنوريات، والعنكبوت هذه الحشرة التي نعرفها جميعا. إذا حسب ما تتذكرون الصعوبة، هل هي سريعة حتى تستطيع صيد بالمطاردة، أم لها طريقة تستعملها بما يشبه الفخ، أم تصطاد بالمباركة؟ إذا الصعوبة تصطاد بالمباركة، نعم. الفهد هو حيوان سريع جدا، من أسرع الحيوانات على وجه الأرض. إذا ما دمنا نعرف هذه الخاصية في الخاصية في، إذا هل يحتاج إلى الحيلة والفخ للحصول على غذائه، أم يعتمد المباركة أم المطاردة؟ إذا نعم هو مثلا كحيوان سريع يعتمد المطاردة. ثم بقي العنكبوت الذي تعرفون طريقته وحيلته في نصب الشبكة حتى تقع الفريسة وينقض عليها. إذا أيضا تحدثنا بالنسبة للتمرين الرابع هذا في الأشخاص. نعود إلى هذا ما يتعلق بطرق الحصول على الحيوانات على الغذاء عند بعض الحيوانات. تختلف طرق حصول الحيوانات على غذائها، ولكنها تعتمد على قوة الحواس. كل الحيوانات يعني حواسها تمتاز بقوة الحواس، وتختلف هذه الطرق من حيث مراحلها ووسائلها. ورأينا في الدرس ثلاثة أنواع من طرق الصيد، وهي الصيد بالمطاردة، وهي طريقة السنوريات والكلبيات، وهي حيوانات تتميز بالسرعة، كذلك قوة الشم وقوة البصر، حدة البصر هذه من مميزات عدد كبير من الحيوانات. إذا وتتبع المراحل التالية: التنقل للبحث عن الفريسة، الاقتراب والترصد، الهجوم يعني بالمطاردة، ثم الفتك بالفريسة والانقضاض عليها. بالنسبة لاستهلاك الفريسة لهذا النوع من الحيوانات، تمزقها بأنيابها الحادة وتأكلها وتلتهمها. النوع الثاني من طرق الصيد، الصيد بالمبالغة، وتعتمدها الحيوانات بطيئة الحركة ولكن لها مهارات أخرى مثل الكمون والصبر في انتظار الفريسة، وبعضها مثل الهباء لها قدرة على تغيير لونها للتخفي حسب المحيط الموجود فيه. تغيير اللون هذا نجده أيضا، ليس تغيير اللون في بالنسبة للصعوبة، نجد لونها يطابق المحيط، فإذا كانت في المحيط الأخضر نجد لونها خضراء، وإذا كانت في المحيط
إلى بالنسبة إلى الهامات تغير عندها القدرة على تغيير لونها. وعموما تتبع الخطوات التالية في الصيد. الكمون، المقصود بالكمون هنا البقاء في نفس المكان وعدم التحرك. وانتظار الفريسة، وهذه ميزة تتطلب الكثير من الصبر حتى تقترب منها الفريسة. إذن الكمون وانتظار الفريسة، وعندما تقترب منها فريستها تباغتها بالهجوم، تنخفض عليها بسرعة. نحن رأينا الكلباء والضفدع كيف ترسل لسانها، ترسل لسانها وتعلق به الحشرة وتلتهمها الضفدع، أو لأن لسان هذه الحيوانات فيه مادة لاصقة. إذا الفريسة عندما يصلها اللسان لن تستطيع الإفلات منها، فتسحبها إلى فمها وتأكلها. إذن المرحلة الموالية هي التهامها. الصيد بالحيلة والفخ تختلف الوسيلة يعني من حيوان إلى آخر. فالعنكبوت ينسج شبكة، إما ينسجها بين الأغصان وهذا المعروف والشائع، ولكن هناك نوع وهذا مذكور أيضا في الترسيب، نوع يعد شبكته ويبقى في مكان تمر منه الفريسة ثم يلقي الشبكة مثل الصياد تماما، يلقي الشبكة فوق الفريسة وينقض عليها. بالنسبة إلى عفريت البحر يستعمل مثل الصياد أيضا، مثل الصياد بالصنارة له زائدة لحمية فوق رأسه، إذا يحركها، وبعضها قد يكون مضيئا في الليل يحركها، فتحسبها حيوانات أخرى أسماك أخرى طعما أو غذاء، فعندما تقترب إذا يسحبها إلى فمه الواسع ويلتهم ويبتلعها كما هي. الدعنوس وهذه حشرة صغيرة تشبه القنفساء تحفر حفرة في الأرض بشكل طمع، الطمع هذا الذي نصبوا فيه السوائل في القارورة إلى غير ذلك. إذا تحفر حفرة بشكل طمع في الأرض وينتظر في أسفل الطمع، إذا ويكمن أسفلها حتى إذا وقعت فريسة لم تستطع الخروج من تلك الحفرة وعندها يفتك بها له كلابتين، إذا ينهشها ويهلكها بها ويلتهمها. إذن هذه هي الإجابة المناسبة. إذن الصرعوفة الصيد بالمفارقة، الفهد يعتمد الصيد بالمفارقة، والعنكبوت يعتمد الصيد بالحيلة والفخ. هنا هذا مثال، قد نجد أمثلة أخرى كثيرة بالنسبة إلى التعليم الرابع كون سلسلة طبيعية حسب المثال الثاني. منتج لابد أن يكون هنا نبات الأول، لابد أن يكون هذا شرط لا يناقش. ما عدا ذلك المستويات الأخرى من السلسلة يمكن أن تتغير وإجابات يعني كثيرة في هذا المستوى. إذا هذا فيما يتعلق